ساكت بأي معنى؟ اليوم طالع كلام أو مبارح بخصوص التسوية اللي عم تصير بالمنطقة كلها سوا بخصوص الاندفاع العربية باتجاه سوريا، إنه مش كتير مستسيغتها الأمريكيين، مش كتير راضيين عن هالاندفاع، بس إنه رجعوا شدوا شوي على ما أثير بهاليومين، يعني في فرملة لفرملت المسألة. النقطة الثانية، ما تنسي إنه الأمريكاني بعده يعني متحكم بالمفاصل الأساسية اللي بتعني عناصر التسوية. بعدنا عم تحكي حضرتك عن قانون أيسر، صحيح، بعده سارح المفعول، الدولار بإيد الأمريكاني مش بإيد حدا تاني يعني. فبالتالي مش ضروري الأمريكاني ليعمل أي خطوة يعمل ضجيج، والعقوبات يعني كمان مش ضروري يعمل أي ضجيج الأمريكاني إذا بده يعمل شيء خطوة. مش هيك يعني. أنا عم بسألك مش عن الغياب يعني، بحط عن الهدوء، هيدا الهدوء بيخوف، بيقدر يحدد يعني. أنا مش ميال لنظرية طرحت وقت صار الاتفاق السعودي الإيراني بالرعاية الصينية على أهميته، على أهمية دخول الصين على المنطقة، على أهمية الفعالية الصينية بين طرفين أساسيين إقليميا، السعودية وإيران. بس الكلام عن أنه هزمت أمريكا وهلأ انتصر المحور الشرقي، يعني بدنا شوي نتواضع بمعنى عم نحكي بواقعية، مش أنه والله تأييد لأمريكا ورفض للآخرين، بس أنه بالواقعية السياسية الأمريكي قادر، عنده نفوذ بكل هالساحات اللي عم نحكي عنها. صحيح. هلا كيف هو بيحدد يتعاطى؟ أحيانا هو بيوافق يمشي بتسوية عم بتصير، يعني من أمرار هو بيرعى وأمرار بيترك الأمور تمشي، بس مش لدرجة أنه هو بطل يعني موجود وما عادش يتدخل. بالنهاية في كلمة فصل للأمريكي على كل المستويات، عشو متكلين الشبيبة يلي عم يحكوا عن قرب، يعني يبدو انه ايار حزيران ماكسيموم بيكون سابق، يعني الوزير السابق بأبو هاب حكى عن الموضوع، دولت رئيس الفرز اللي حكى عن الموضوع، في عدة اطراف كتبت وحكيت عن قرب نضوج الموضوع الرئاسي. في جزء عم يربطها، نحن مش شايفين، لا في جزء عم يربطها ب ببعض الاستحقاقات الداخليه المهمه منها حاكم، عم بحكي جد. صحيح. يعني صحيح. بمعنى في هالمفصلين الاساسيين، يعتبروا اساسيات زيران وكانون، وبيعنوا الدول يعني حاكميه مصر في لبنان. الامريكان اكيد معنيين أكيد بهذا الامر، وقياده الجيش كمان، وقياده الجيش. في رهان عند البعض انه قرب هالاستحقاقين ممكن يؤدي الى اندفاع بموضوع رئاسه الجمهوريه. في البعض برأيي راح فيها بأوهام أكثر، بنى على الاتفاق السعودي الإيراني أنه ممكن كمان يدفع الأمور باتجاه معين، 100%، بس هذا منه واقع يعني. يمكن السبب الآخر هو أو الأول هو أكثر واقعية، بس ما حدا بيقدر يجزم يقول في انتخابات خلال فترة قريبة بصراحة. يمكن الضغط اللي عم بيصير، الحركة اللي عم بتصير تدفع بهالاتجاه تسرع الأمور، بس لهلأ لهاللحظة يعني ما في هالمعطى اللي بيخليك تأكدي هالكلام.